السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشاط الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبوني يسدي تعليمات برفع إنتاج الأكسجين واستيراد 100,000 لتر منه كل يومين عبر البواخر، مع تسريع وتيرة التلقيح ودخول الإنتاج الجزائري الصيني للقاح حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل لدى ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يأمر بالإنشاء الفوري لمناطق نشاط لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب، وبمنح حصرية استيراد القمح للديوان المهني الجزائري للحبوب. ويأمر السيد الرئيس بتحضير النصوص القانونية المتعلقة بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة وأخلاقية المهنة. رئيس الجمهورية يجري لقاء دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية، ويتطرق خلاله إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية. شحنة جديدة تقدر ب 750 جهازا لتكثيف الأكسجين تصل إلى على متن طائرة عسكرية قادمة من الصين، توجه لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل تكفل أفضل بمصابي الوباء. وجهود كبيرة يبذلها أبطال الصف الأول في مجابهة كورونا، والعينة في النشرة عند ظروف التكفل بالأطفال المصابين بالوباء بمستشفى الدويرة. ورغم الجائحة، مرضى السرطان يحظون بالرعاية الكافية والتكفل النفسي ببشار. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. وبعد الاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول وزير المالية وعروض عدد من الوزراء حول مختلف المشاريع تم مناقشتها والمصادقة عليها، أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر التالية. قطاع الصحة، رفع إنتاج الأكسجين المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بالطيوة بوهران حيز الخدمة، بالإضافة إلى 100,000 لتر يتم استيرادها عبر البواخر كل يومين لتلبية الطلب تحسبا لأي طارئ. مراعاة المقاييس والشروط التقنية لاستقبال وتخزين مادة الأكسجين في المستشفيات، تسريع وسيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة كولايات العاصمة وهران سطيف وقسنطينة لبلوغ على الأقل نسبة 60% من عدد الأشخاص الملقحين. دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى 2 مليون جرعة شهريا. الدخول الاجتماعي القادم لأسلاك التربية التعليم العالي والتكوين المهني مرهون بتلقيح الجميع، تحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة، توحيد المعلومات الخاصة بوباء كوفيد-19 خلال عملية الاتصال وجعلها من الاختصاصات لوزارة الصحة. قطاع الصناعة، تطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي الفلاحي والعمراني. إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة الممنوحة وغير الممنوحة، وكذا تسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب، إيجاد حلول ناجعة وفتح رأس مال الشركات العمومية بما فيها البنوك، والابتعاد عن التسيير الإداري، تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن.
هذا وأمر السيد الرئيس الوزير الأول وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات. إعادة النظر في الشباك الموحد بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد. احترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وانهاكها مثل ما حدث في السنوات السابقة. وفي قطاع الفلاحة تشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص لتكون مراكز تكوين مستقبلا. إحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها ومدى ملائمة منتوجاتها لبلوغ فلاحة عصرية مبنية على معايير علمية هنها مستقبل البلاد. إعادة تنظيم طريقة تمويل الموالين بمراعاة مصلحتي الدولة والمربين. التوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا. الاستيراد الحصري لمادة القمح يكون للديوان المهني الجزائري للحبوب فقط، ذلك على إثر تسجيل عمليات تحايل. تسريع دخول مصنع إنتاج الزيت النباتي في ولاية جيجي الحيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية. في قطاع الاتصال تسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة للنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة ومجال أخلاقية المهنة. مراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية. ترتيب الأولويات في مجال النشاط الاتصالي والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020 الذي يكفل الحريات ويصونها. تحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف والنشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حريات التعبير. أمر السيد الرئيس بتحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية طبقا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن. العمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات وجعله أولوية العمل الحكومي بما يمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكله وانشغالاته. وقبل اختتام الجلسة وافق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم رئاسية تخص قطاعي المالية والطاقة. أجرى السيد رئيس الجمهورية لقاء دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية تطرق فيه إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية. اللقاء سيبث سهرة اليوم على الساعة 9 مساء على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. الجيش هو العمود الفقري تاع الدولة، معروف الجيش ومش من اليوم، لأن بلاد ثورية والجيش سليل جيش التحرير الوطني، هو أساس، هو المحرر، هو الضامن دستوريا وحتى من خلال إعلان أول نوفمبر الناس يمسوا الجيش باش ينحي لك الحماية، لأن عارف باللي اللحمة وضمان لحمة تاع الجزائريين في كل الميادين هو الجيش. تضحية لهم يضحوا بها الجيش الأبيض مثل ما يقال، سواء كان طائر يسوق الأمبيلانس ولا ممرض ولا ممرضة ولا طبيب ولا يعني من المفروض الوطن يعترف لهم بالجميل طول ما هو حي. لازم نعاود نراجع القانون الاساسي نتاع الممرضين ونتاع الاطباء، ونعاود نراجع القانون نتاع الخدمه المدنيه، هذه كل نلتزم بها. نداء الاخوات والاخوان المواطنات والمواطنين باش تكون هبه قويه بالنسبه يمشوا للتلقيح، لان التلقيح اولا المشكله تاع الاكسجين هذا ما يتطرحش،
لان حتى لو كان يحكم الكوفيد يحكمه بصفه خفيفه كومين غريب. قررنا ربما نعلن عليها اجتماع مجلس الوزراء المقبل على اساس نرفع قيمه المنحه نتاع البطاله. هذا سكوب ان شاء الله. احنا المهم صونت كرامه الشاب الجزائري وما يخلي حتى واحد يستعملوه سياسويا. ما فيه جزائري ما يقدرش المولودية، لأن أولا مرتبطة بالثورة. مبروك المئوية وإن شاء الله من انتصار إلى انتصار أكثر. أنا قررت باش نخلي لهم الملعب نتاع دويرة نخليه تحت سير. وهذه أجمل هدية. مبروك عليهم ويستاهلوا. أنا في خدمة هذا الوطن وفي خدمة هذا المواطنة والمواطن. حلوا عينيكم، الجزائر كل الناس كبرتها ما تصغروهاش، توما تصغروهاش. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد الآن، حيث تم تسجيل 1020 إصابة جديدة بالفيروس و30 حالة وفاة رحمهم الله، فيما تمثل 790 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه اليوم وزارة الصحة. ومواصلة لعمليات جلب العتاد الصحي الضروري للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا، حطت مساء أمس بالقاعدة الجوية بوفريك بالناحية العسكرية الأولى طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، على متنها شحنة جديدة تقدر ب 750 جهازا لتكثيف الأكسجين تم جلبها من جمهورية الصين الشعبية لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات. هذه العملية الجديدة التي ستليها عمليات مماثلة لدعم المنظومة الصحية الوطنية تؤكد على الجاهزية الدائمة للجيش الوطني الشعبي لأداء مهامه الإنسانية النبيلة في كل الظروف. وللحد من الوباء تقوم كل من مديرية الصحة لولاية الجزائر والمديرية العامة للحماية المدنية بفتح نقاط جوارية لتلقيح المواطنين لتفادي عناء تنقلهم، يقول عبد القادر بن غنو. تكثيف عمليات التلقيح من خلال فتح نقاط جوارية كمركز التسلية العلمية بساحة أودا الذي تم تجهيزه من قبل مديرية الصحة والمديرية العامة للحماية المدنية لاستقبال المواطنين الراغبين في التلقيح. التلقيح اللي ما راهوش رايح يمنع الأشخاص من العدوى، إلا أنه يخلينا احنا كمؤسسات صحية ويخليهم هما كمواطنين ما يتعرضوش لي كومبليكاسيون. هذا هو الحل، ما كان عندنا حتى حد، ما كانش دواء واحد اخر، عندنا الفاكسين هو اللي بروتيجينا ان شاء الله. وزدنا فتحنا واحد اخر اونيفو دو دودا حتى يتمكن المواطن دائما انه يكون يقوم بعمليه التلقيح بالنسبه للمؤسسه العموميه للصحه الجواريه لسيدي محمد. مدرسة الخنساء بالعاصمة كانت من بين نقاط التلقيح التي جندت لها المديرية العامة للحماية المدنية إمكانية بشرية لتلقيح أكبر قدر ممكن من الساكنة. هذا المرضى راه كاين، كنا نديروا الفاكسة ما دامنا صحاح قبل لا يكذبنا. ننصح المواطنين باش يديروها باش يحميوا سورتو كيما نقولوا العائلة تاعهم، وإذا كانوا كبار في الله معاهم أو ميتانفيكتا والكبار عندهم مناعة قليلة. زادت على هذا المركز التلقيح فيه يوميا 8 مراكز انتصر عليهم المدير العام أحمد من خلال الطواقم الطبية تاعها من أجل تكثيف عدد المواطنين فيما يتعلق بالتلقيح. الالتزام بالبروتوكول الصحي والانخراط في عمليات التلقيح هي الحلول التي ستمكننا من تجاوز هذه الموجة الخطيرة من الفيروس إن شاء الله. وضمن الجهود الوطنية للحد من خطورة الوباء، لقاء تشاوري جمع سفير الجزائر بفرنسا عنتر داود مع أفراد جاليتنا الوطنية بمقاطعة ليل. اللقاء شكل فرصة للتنسيق حول آليات تقديم الدعم والمساعدة لمستشفياتنا داخل الوطن بالتنسيق مع وزارة الصحة بالجزائر. من المهم جدا هذا التنسيق بين مؤسساتنا، وهو الهدف من هذا اللقاء. بإمكاننا تقديم الكثير لبلدنا، فنحن نحمل الجزائر في قلوبنا جميعا،
الوضعية الصحية حرجة، وبلادنا بحاجة إلى جميع أبنائها. أبناؤنا من الأطباء عبروا عن رغبتهم في المساعدة وفي الالتحاق بالصفوف الطبية بالجزائر. نحن نسعى إلى ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة باعتبارها الجهة المخول لها تنظيم مثل هذه العمليات التضامنية. وفيروس كورونا المتحور أصبح يصيب حتى الأطفال، حيث استقبل مستشفى دويرة أكثر من 100 طفل في الفترة الأخيرة. المتابعة لخير الدين أحمد. حتى الأطفال الصغار لم يسلموا من الموجة الجديدة لكوفيد-19. أزيد من 100 حالة أصيب بها أطفال صغار بمستشفى دويرة دون أي خطورة تذكر. فيما يخص عدد المصابين من الأطفال، من فئة الأطفال بفيروس كورونا والتي تم إحصائهم على مستوى المستشفى الجامعي للدويرة، فهي أكثر من 100 طفل. بالتدقيق هي 103 طفل تم تشخيص عندهم هذا الفيروس وتم معالجتهم على مستوى مصلحة طب الأطفال. أغلب الأحيان الأطفال كيجيو يجيبوهم الوالدين باش يكون الفحوصات على الحمى، ممكن يكون ثاني ديفوا يكون إسهال، كنشكوا بلي كاين مرض تاع الكوفيد باسكو يكون الاولياء امراض، واحد من الاولياء ولا واحد في البيت، باسكو العدوى تكون منزليه في اغلب الاحيان. نشوفوهم ومن بعد نعطيو لهم الادويه اللي كونتر الاعراض. وباء كورونا لا يفرق بين الصغار والكبار، يصيب كل من وجد في طريقه، وعلى الجميع الالتزام الصارم بتدابير الوقايه والإسراع في أخذ جرعات اللقاح. ورغم الجائحة وبهدف تكفل الأمثل بمرضى السرطان، تم افتتاح فضاء للرعاية النفسية والجسدية، وهذا بمركز مكافحة السرطان بولاية بشار. المزيد مع أيمن حنفي في هذه المراسلة. متابع. بعد إصابتها بالسرطان تقيم السيدة جميلة من ولاية مستغانا بالفندق المخصص لإقامة المرضى بمركز مكافحة السرطان بولاية بشار. قد تتحسن حالتها النفسية خلال فترة علاجها بعد افتتاح هذا الفضاء للرعاية النفسية والجسدية من قبل جمعية الحياة. ما بقاش ذاك الفارق وما بقاش ذاك الآخر، تمام ما شاء الله، زعما يطلع من معنويات المريض، وكاع ما يحش بداك نتاع الفارغ وما يلهاش في المرض، يلهب بهذا والتقي ويحفظ القران. نشاطات متنوعه حسب الاحتياجات باتت في متناول المريضات، سعيا لملء فراغهن بشكل ايجابي، ما يحقق التكفل احسن بهن. المريض يبقى هنا فيه شهر، يعني شهر ونص باغ فوا شهرين، لهذا في الصباح راه يدير المريضه ديال الراديوثيرابي نتاعها، مي لابخي ميدي فراغ قاتل. يعني هذا الفراغ احنا بغينا نعمروا الفراغ تاع هذ المرضى، لانه كل هذا البرنامج سوف يكون في الفترات المسائيه. كاين كيما دار قاعه الرياضه، كيما حفظ القران، هذو كاع يزيدوا يساعدونا وينسونا نفسيا وثاني في الوقت نضيعوا الوقت، فهمت، نفوتوا الوقت بيان زعما. فالحالة النفسية لمريض السرطان من أهم المقومات للتغلب على مرضه. أمل يمنح حياة. وللتكفل بالأشخاص دون مأوى، عرفت أمس شوارع العاصمة حملة واسعة النطاق للتكفل بهذه الفئة من أجل حمايتهم صحيا ونفسيا. العملية من تنظيم وزارة التضامن وبالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية النشاط الاجتماعي ودور الرحمة. تفاصيل نوفا مع يوسف طافر. حفاظا على أرواح وحياة الأشخاص بلا مأوى في ظل جائحة لا ترحم، كان لابد من التكفل بهذه الفئة من المجتمع تكفلا صحيا ونفسيا من خلال فرق ليلية تجوب الشوارع لحماية الجميع من الكوفيد القاتل. نقوم بجمع هذه الأشخاص وتحويلهم إلى المراكز المتخصصة للعناية بهم من جهة، وكذلك وخاصة في الظرف الصحي الذي تمر به البلاد نقوم بالتكفل بهم نفسيا وصحيا.
حيث يقوم الفرق المتنقلة بجلب هؤلاء الأشخاص إلى المراكز. هما غير يدخلوا للمؤسسة، يعني الطبيب أول حاجة يديرها الطبيب هو القيام بالفحوصات الطبية. الفحوصات الطبية هي اللي تبين أسكو هذا الشخص دون مأوى، أسكو هو مصاب ولا لا. في حالة ما يكون مصاب نديروا له اتخاذات الحجر الصحي، نتبعوا البروتوكول الصحي. وإذا ما كان نيجاتيف، يعني كانت نتيجة التحاليل الطبية سلبية، هنايا نكملوا معاه الرعاية الطبية باسكو نكونوا ديجا درنا له ان بيلون ويتم التكفل بها على مستوى المؤسسة. دوك مع كورونا ندير لهم بابات وندوهم لومبيلونس تاعنا، ما ندير لهم المراكز المختصة وكل واحد يدير لهم تيست؟ بيان سور تيست ويفون بروغرامي لا فاكسيناسيون انسيسامون، بالك اليوم ولا غدوة يبداو يديروا لهم لا فاكسيناسيون تاعهم. هي الجهود والتنسيق بين كل القطاعات من أجل تضامن وطني يحفظ صحة وكرامة الجزائريين. نعم، والآن إلى أضرار التي شهدت هبة تضامنية تعكس وعي المواطنين الذين توفدوا من أجل التبرع بالدم، وذلك استجابة لنداء وزارة الداخلية وكذا الحملات التوعوية والمتابعة لوهيب مسوج. التبرع بالدم هو أرقى وأعظم ما يقوم به الإنسان في التضامن مع إخوانه، خاصة في ظل جائحة كورونا. والعينة من ولاية أدرار. جيت اليوم نتبرع الدم باسكو هاد العملية راهي تنقذ بزاف ناس، راهي حياة. حنا نشجعوا هاد المبادرات ونتمنى كاع المواطنين والشعب هذا يبادر بهذه الحملة. بالهذا المنطلق زعما تاع ننقذ ناس ولا سبحان الله، بالك انا الدم تاعي ينقذ شحال من واحد. هذا المسعى التضامني والانساني مس كل شرائح المجتمع المدني بالولايه. انطلقنا في الحمله هذه اليوم ان شاء الله حتى نسمح لمصالح الصحه يكون عندها بنك نتاع دم تستعمله يعني. والحمد لله كما تشوف تقريبا كل الناس متطوعه باش تتبرع بالدم. كذلك الشكر الى يعني اطارات الصحه ولا المركز الطبي هنا نتاعنا نتاع الجماعات المحليه. لازم الانسان ثاني ماشي يشوف لا في نفسه، يشوف في غيره. كاين اللي انك انت يا مريض، كاين اللي مريض اكثر منك، كاين اللي انك انت عندك الدم، كاين اللي محتاج اكثر من الدم اللي تحتاجه انت ثاني. ندائي خاصه للشباب انهم يتقدموا لتبرع بالدم، لانه تبرع بالدم مثل الحجامه لانه يساعد ثاني على الصحه. عمليه التبرع بهذه الماده الحيويه تبقى متواصله عبر مستشفيات أدرار. قطره دم تنقذ حياه. إلى موضوع آخر الآن، حيث يعد ترحيل الأمتعة وإيصالها إلى أعلى المباني باستعمال الرافعات الحديثة خدمة اعتمدتها إحدى المؤسسات بغرض تخفيف معاناة نقل الأمتعة عبر السلالم خلال عملية الترحيل. الروبورتاج لأي دحو. أمين حجاز شاب جزائري استطاع تطوير مؤسسته المختصة في نقل البضائع بطريقة تقليدية إلى مؤسسة تعتمد على أحدث التقنية في الترحيل بمعايير دولية. دونك حنا باريزومبل كنخدموا بواحد الماتيريال يقولوا له مونت موبل. لو مونت موبل هذا هي رافعة تسمح لك بتنقل الأثاث من الشرفات بلا ما تجوز على ليزيسكالي. دونك حنا باريزومبل ممكن نخدموا ديميناجمون ما نديرونجوش الجيران. ما نقدروا ندوز الماء تحط في الجيران، ما نوسخوا لاكاج باغ ديسكالي باغ اكزومبل، ما نديرونجيو الناس الهبيط وطلع وكسيتيرا في الدروج. نقدروا نجوزوا كاع الدوزان من الشرفه من البالكون، كاين لو ماتريال هذايا اللي يسمح لنا باش نطلعوا حتى لطابق 11. طاقم محترف يقدم خدمات متعدده ومتنوعه والهدف ارضاء الزبون. عندنا لو ديميناجمون كونفور، عندنا لو ديميناجمون غران كونفور، عندنا ديميناجمون بريميوم. هي تو ديبون الميزانيه تاع الزبون اللي راح نتعاملوا معاه. عندنا فرقه خاصه تاع العنصر النسوي، هما اللي يستكلفوا بهاد لي ديتاي اون سكي كونسيرن لا فيسال ولا اون سكي كونسيرن لي فاتمون، و لي مانيوتونسيونال هما اللي يقوموا بعمليه تفكيك الاثاث التغليف. إدخال التكنولوجيا في المؤسسات الناشئة والبحث عن التغيير والتجديد يدعم الابتكار ويوفر مناصب شغل للشباب. عقد اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ندوة صحفية بمناسبة إعلان نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2021، حيث كشف خلالها عن إجراءات الدخول الجامعي المقبل التي ستكون كليا عن بعد.
بحوالي 71% من المترشحين على إحدى رغباتهم الثلاث الأولى. كما عرفت المعدلات الدنيا للقبول بالمؤسسات الجامعية ارتفاع معتبر، وخاصة بالمدارس العليا واللغة الإنجليزية، بينما عرفت انخفاضا في العلوم الطبية بسبب علامة مادة العلوم الطبيعة والحياة. دوليا، وفي شأن الصحراوي، ركز مقاتلو جيش التحرير الصحراوي هجماتهم على مواقع وتخندقات جنود الاحتلال المغربي في مناطق متعددة بقطاعي السرد والفرسية، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية. إلى ذلك، قالت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أمينة حيدر إن المحتل المغربي يمارس سياسة انتقام ممنهجة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم، مبرزة أن هذه المعاناة والمعاملة اللا إنسانية تتم داخل السجون المغربية في ظل صمت الأمم المتحدة. والآن مختصرات دولية. نعم، مع توفيق علي للمتابعة. خلفت الفيضانات والسيول التي ضربت بعض ولايات السودان دمارا في عدد من أحيائها، فضلا عن غمر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، كما أدى هطول الأمطار الغزيرة في اليومين الماضيين إلى تفاقم الأوضاع وقطع الطرق التي يستخدمها السكان، وناشد المتضررون السلطات بضرورة توفير المواد الغذائية وأماكن للإيواء ومياه الشرب. استمر اليوم الأحد زحف حركة طالبان بشمال أفغانستان بعد سيطرتها على مركزي ولايتين جديدتين، في حين تحاول حكومة كابول وقف تقدم الحركة لحشد القوات والغارات الجوية. فقد أعلن الطالبان أن مقاتليها سيطروا اليوم على عاصمتي ولايتي قندوز وساريبون اللتين تحملان الاسمين نفسيهما، ليرتفع عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة إلى 4 خلال يومين فقط بحسب الحركة. تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد مئات الحرائق المشتعلة في سائر أنحاء كاليفورنيا، والتي ساهم مزيج من الحرارة الشديدة والعواصف الرعدية في اندلاعها. وقالت السلطات في كاليفورنيا إن الولاية تعرضت لقرابة 11,000 ضربة صاعقة خلال 72 ساعة في أسوأ عاصفة من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات، مما تسبب في إشعال 367 حريقا، أكثر من 20 منها حرائق كبيرة. عودة إلى الوطن الآن. وفي الرياضة، الموعد يتجدد هذا الاثنين مع مباريات الجولة 35 لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، والتي تشكل منعرجا حاسما وفاصلا في توزيع أوراق المقدمة وتحديد ممثلي الكرة الجزائرية في المنافسات القارية الموسم المقبل. قراءة في برنامج الجولة في تقرير وليد فرحاني. القمة المرتقبة بين المتصدر شباب الوزداد وملاحقه شبيبة الثورة ستخطف أنظار عشاق الكرة المحلية. الشباب يطمح للعودة بالزاد كاملا من بشار لتعزيز الصدارة والاقتراب من تحقيق اللقب، في وقت تسعى فيه شبيبة الثورة للإطاحة بالشباب والعودة إلى أجواء المنافسة وتقليص الفارق إلى 4 نقاط. أما وفاق سطيف فسيكون على موعد مع استقبال اتحاد بسكرة، عين الوفاق على إبقاء النقاط في ملعب 8 ماي. أما أبناء الزيبان سيحاولون العودة ولو بنقطة واحدة تساعدهم في حسابات البقاء. أما على مستوى صراع النزول، تستقبل جمعية أمل عين مليلة ضيفها أولمبي شلف. النقاط 3 غاية الناديين للمحافظة على كامل حظوظ البقاء ضمن حظيرة الكبار. نفس الأمر ينطبق على صدام الغرب الجزائري بين اتحاد بلعباس وضيفه سريع غليزان. فرهان عدم مغادرة دور الأضواء يحتم على الناديين انتزاع نقاط المباراة، في وقت ستسعى النصرية لاستغلال عامل الأرض لتحقيق انتصار في غاية الأهمية أمام شباب قسنطينة للهروب من منطقة الخطر. أما مباراتا مولودية الجزائر أهل برج بوعريريج واتحاد الجزائر نادي بارادو ستكونان شكليتين، بعد ضمان نادي بارادو البقاء وسقوط أهل برج بوعريريج وفشل المولودية والاتحاد في ضمان مشاركة إفريقية الموسم المقبل. نهاية النشرة، وتابعتم فيها
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يسدي تعليمات برفع إنتاج الأكسجين واستيراد 100,000 لتر منه كل يومين عبر البواخر، مع تسريع وتيرة التلقيح ودخول الإنتاج الجزائري الصيني للقاح حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل. تلدى رأسه اجتماع لمجلس الوزراء. رئيس الجمهورية يأمر بالإنشاء الفوري لمناطق نشاط لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب، وبمنح حصرية استيراد القمح للديوان المهني الجزائري للحبوب. ويأمر السيد الرئيس بتحضير النصوص القانونية المتعلقة بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة وأخلاقيات المهنة. رئيس الجمهورية يجري لقاء دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية، يتطرق خلاله إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية. شحنة جديدة تقدر ب 750 جهازا لتكثيف الأكسجين تصل على متن طائرة عسكرية قادمة من الصين، توجه لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات من أجل تكفل أفضل بمصابي الوباء. وجهود كبيرة يبذلها أبطال الصف الأول في مجابهة كورونا، والعينة في النشرة كانت عند ظروف التكفل بالأطفال المصابين بالوباء بمستشفى دويرة. وتبعتم أيضا ورغم الجائحة مرضى السرطان يحظون بالرعاية الكافية والتكفل النفسي بولاية بالشارع. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة. في أمان الله. موعدنا الإخباري المقبل في تمام 12 ليلا. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.